بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات السادة أولياء أمور طلبتنا الكرام، إدارتنا الموقرة، معلمين الأفاضل، أخوة الطلبة الأعزاء. بمناسبة ذكرى مولد أبطال كربلاء عليهم السلام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صوت من عمق الوجدان، عجل يا نور الأزمان. صوت من عمق الوجدان، عجل يا نور الأزمان. ندبات تعلو بالآه، أدركنا لك يا ابن الأكرمين. أين وجه الله؟ أين الطهر نسل الطاهرين؟ سيدي والأرض ناحت ببكاء النادبين. أين من يقطع فيها دابر المستكبرين؟ في السماء حسنون أين تنادي؟ أين مولانا الحسين؟ حسنون أين تنادي؟ أين مولانا الحسين؟ بأبي أنت وأمي. يا ابن آيات الإله البينات، بأبي أنت وأمي. يا ابن طه والعلا والذاريات، وبنفسي أنت يا من من تلا ديني عميلا لا تضام. وبنفسي أنت يا من نرتجيه آبرا وأم سواها. وإلى رب السماء ندبة الشوق بدمعات الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحضور الكرام بحفلنا هذا ورحمة الله وبركاته. أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات.
مصحوبة بالمحبة والولاء الصادق لولي أمرنا وعصرنا شريك القرآن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وإلى جميع مراجعنا العظام وجميع المؤمنين والمؤمنات في بقاع الأرض. في هذه المناسبة السعيدة ذكرى ولادة الأنوار البدرية أبطال كربلاء عليهم السلام، سيد الشهداء وآباء الأحرار الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وقمر بن هاشم أبو الفضل العباس ساقي عطاشة كربلاء، والإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام. ونسأل المولى عز وجل أن يديم أفراحنا في هذا الشهر ويثبتنا على حب أهل البيت عليهم السلام. عارض الله علينا وعليكم بالصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. نرفع اسم آيات التهاني والتبريكات المعطرة بأبهى العطور الزكية لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الميامين الكرام الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. وإليكم بذكرى ولادة سبط النبي الأكرم الإمام الحسين الشهيد عليه السلام. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. الإمام بن علي عليه السلام في سطور، اسمه الحسين، اسم والده سيد الأوصياء ويعسوب الدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، اسم أمه البتول الطاهرة والصديقة الشهيدة السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كنيته أبو عبد الله، ألقابه مصباح الهدى الصبت وأشهرهم سيد الشهداء. مكان ولادته المدينة المنورة. زمان ولادته 3 من شعبان للسنة الرابعة للهجرة. أولاده له العديد من الأولاد وأشهرهم الإمام زين العابدين علي الأكبر عبد الله الرضيع سكينة ورقية نقش خاتمة أن الله بالغ أمره. إمامته قام بأمر الإمامة بعد أخيه الإمام الحسن مباشرة، وقد استلم مقام الإمامة عام 49 و 61 للهجرة، وكان يبلغ عمره 45، وكانت مدة إمامته 10 أعوام. عمره الشريف 57 عاما و5 أشهر و7 أيام. زمان شهادته استشهد مظلوما في كربلاء على يد يزيد بن معاوية في 10 من محرم عام 61 للهجرة. مكان شهادته ومن قده الشريف كربلاء المقدسة بالعراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الشريف. نرفع اسم آيات التهاني والتبريكات المعطرة بالرياحين والأزهار والأنوار لولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. وإليكم بذكرى ولادته عمر العشيرة أبي الفضل عباس عليه السلام. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. عمر العشيرة أبو الفضل عباس عليه السلام في سطور،
اسمه؟ العباس. ما هو اسم والده؟ الإمام علي بن أبي طالب. ما اسم أمه؟ السيدة فاطمة حزام الكلابية. ما هي كنيته؟ أبو الفضل. ما هي أقام؟ السقاء. العقمي. قمر بن هاشم. اللواء وحامل الراية. ما هو زوجته؟ المدينة المنورة. ما هو زوجته؟ الرابع من شعبان سنة 26 للهجرة. ما اسم زوجته؟ لبابا بنت عبيد الله ابن العباس ابن عبد المطلب. كم عدد أولاده؟ له أربع أولاد وهم الفضل عبيد الله المحسن القاسم. كم كان عمره الشريف؟ 34 عاما. ما هو زمن شهادة؟ استشهد مظلوما في كربلاء ليوم العاشر من المحرم عام 61 للهجرة. وما هو مكان شهادته ومرقد الشريف؟ كربلاء المقدسة بالعراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة تصادف ذكرى ميلاد الإمام علي بن الحسين السجار عليه السلام. نزف اسم آيات التهاني والتبريكات المعطرة بالرياحين والأزهار والأنوار إلى مقام صاحب العصر والزمان. أرواحنا له الفداء بهذه المناسبة العطرة. الإمام زين العابدين عليه السلام في سطور. اسمه علي. اسم والده الإمام الحسين بن علي عليه السلام. اسم أمه السيدة شهربان وبنت يزيد جار بن شريان بن كسرى ملك الفرس. كنيته أبو محمد والخاص أبو الحسن. ألقابه زين العابدين سيد الساجدين سيد العابدين الزكي الأمين السجار. مكان ولادته المدينة المنورة. زمان ولادته الخامس من شعبان عام 38 للهجرة. زوجته عدة وأشهرهم فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أولاده 15 ولدا وأشهرهم الإمام الباقر عليه السلام. نقش خاتمه وما توفيقي إلا بالله. عمره الشريف 57 عاما. زمن شهادته 25 محرما 95 للهجرة. مكان شهادته المدينة المنورة. مرقده الشريف جنة البقيع الغرقان في المدينة المنورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أبائي وأخواني أولياء أمور الطلبة الكرام الأساتذة الأعزاء أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم في هذا الحفل الكريم والملتقى المبارك بمناسبة مولد أبطال كربلاء واختتام الدورة التعليمية للمسجد. يعد مشروع مسجد الشيخ خلف للتعليم الديني من المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في مجتمع القرية، لما له من دور ريادي هام يستقطب فئات الذكور على مختلف فئاته العمرية. وهو نشاط يعني بتعليم الصلاة والقرآن الكريم ونشر الثقافة الدينية الأصيلة والعلوم الإسلامية والقيام أيضا بالفعاليات الإسلامية بمختلف أنواعها وفق مذهب أهل البيت عليه السلام. رؤية المشروع
يا خلق جيل رسالي يعظم شعائر الله تحت مظل تحت المظلة الإسلامية. رسالة المشروع: نحن في الهيئة الإدارية لمسجد الشيخ خلف التعليم الديني نعتز بتقديم الخدمات التعليمية الدينية الثقافية ذات الجودة العالية لإعداد جيل صالح واعي متمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية السامية التابعة من فكر أهل البيت عليهم السلام. لهذا حملنا على عاتقنا مهمة الاهتمام بجيل الناشئة والشباب وإشراكهم في الأنشطة التي تنمي الوعي والإيمان والالتزام بتعاليم أهل البيت عليهم السلام، واستقطاب أكبر قدر من الطاقات والمواهب ومنحها المجال للإنتاج والإبداع وتشجيع العمل الجماعي. وبنهاية كلمتي هذا لابد أن أشكر جميع العاملين والطلبة على تواصلهم وحضورهم المستمر في حلقات الدروس الدينية لهذا المشروع بالفترة السابقة بما لها من أهمية كبرى في بناء هذا المجتمع الإسلامي العزيز. وأشدد أيضاً على ضرورة وجود النفس الطويل لدى جميع الأطراف الموجودة بالتعليم الديني من أولياء أمور وطلبة، وفي هذه المناسبة العطرة أحببنا أن نشارككم عبر هذا المونتاج البسيط جزء من الأنشطة والفعاليات بدء من حلقات الدروس اليومية والمسابقات الإسلامية وانتهاء بإحياء مناسبة أهل البيت مناسبات أهل البيت عليهم السلام والرحلات التثقيفية والترفيهية التي تقام في المسجد أو خارجه لأبنائنا الطلبة خلال هذه الفترة التعليمية.